خبير تي في. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خشكو برات رزدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جارك دي أم دي بحثي نفيجيكين وكيت خلقه برينو كذا ما بحثي نفيجيكر وتأثير نفيجي سرجيانا مروفي كاتشتشتا ونفيش تشتشتا داف مروفي بايدات كتن في جارجي أم تمام كارين سر نفيجي. طبعا موضوع نفيجي يدريجي ويمازنا درسكي ودوا وخلاككي دوا نائتن قوتيني، بس أم دي هندك هندا تشتاش نفيجي بيجين تأثير عبادتي سرجيانا إنساني كاتشندا وأف عبادة رب العالمين سر ما فرس كري نأفا بس بو أخرة بتنية نأفا بس فايد مال أخرة هكر أمشوين دي سر فراز بين دف رب العالمين، وإنما جيانا ما يا دنيا يجي رب العالمين في جيانا يجي في عبادتي فتبورينة بوراندنك يا راست ويا درست ويا تمام ويا كو أم مفاي بخوا جبين وخوشي جبين دنيا وأخرة ده. هندي كان نفيجة مجارة دي بحثي نفيجة كر أقولتي نفيش يعني إنساني شلت كتن تكرار كرنا نفيجي وكي حمامة كي إنسان خواه بيت شو خواه تشو تشقنها الفيريا ما بحسي نفيجي كي نديك نفيجة أبي تشتيج لدف ما بيدات كتن نفيش باقجية ونفيش كشخة كرنا وطازهية نفيجي وقت إنسان كتن رب العالمين وين نفيجة شمرو في قبيل كتن أو نفيجة باقجي تدابت أو نفيجة طازهي تدابت حتى يا سر ما فرس كري أو جهة أم نفيجة لي بكين لازم أو جهة باقش بت أو جلكة أم بكين برخوا جلكة كي باقش بت لش ما لازم أي باقش بت إش نيكا رب العالمين دي نفيجة شما قبيل كتن إش نيكا درست أم بش النفيجة ده إش نيكا أف نفيجة أو يكو كو رب العالمين حاجت كتن درجه أن كليلا بحشت نفيجة بحشت أب نفيجة أم إش بحشت ده درجه نفيجة جي كتشتا طهارته وباقجية. إذن إسلامتي وكي عبادتك سر ما فرس كتن يعني بيجت ما في عبادتي بك نبز بحسي هندية كو أفكر آخرتي تيت وآخرتي باشا وشو علاقة الجلد الدنيا نينا أن شو تشتل دفمرو في بيداناك الدنيا إنسان عبادته دو خضيب درستاهي بكت دنيا ويش دي بدرستاهي بريفة شتن ودي رنجة كي تازة جي شتن وكي رب العالمين قازمت كت بشتيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني رب العالمين بشكين رابي نفيجي ريه خوا بشون وآفي خوا باقشكن ودست خواج بشون حتى أنشكي سري خوا مسحكن وبيتخوا بشون حتى قوزكي وإن كنتم جنوبا فاتطهروا هكيهم جنابت بن خوا بطاهر بكن معنى خوا بشو ولا شي خوا بشو. إسلامتي حسابت تتباقجي إش إيمانية بيغمبر صلى الله عليه وسلم بجتن تنظفوا فإن الإسلام نظيف خباقش كن يلي بصرمانة هنديك إسلاماتية باقجية. حديث هذا بجتن إن الله طيب لا يقبل يحب الطيب نظيف يحب النظافة رب العالمين يباقجة حش باقجية كتن رب العالمين يبجينة حش بجيناتية كتن حش نظافتية كتن رب العالمين متحت مزقتة بيغمبري مزقتة بيغمبري كر وان مزجتا افيتكو يعني نفيش تذكرني باش بيغمبر الفان مزجتا نفيجا بك الا مسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين باش او مزجتا هاتي او فاكرني سر اساس التقوى برب العالمين وش روج دسبيكي هل فان مزجتان نفيجا بكت بشت بيغمبري صلاة خود السربن بوشي بشت هندك ظلام فان مزجتا فا يخوا باقجت كن ورب العالمين حش باقش كرات كتن حشويت كت اوي باقج بتن رب العالمين اختي نفيجا سر ما فرس كري بشتن چت تشتي تازا وكشخل دفخوا خوا كشخا كي وخوا تازا كي وقصتا نفيجا بك خذوا زينتكم عند كل مسجد هر لباسا كي تازا مرو فيها بتن أبي لباس بك برخب ونفيجي هر بهن خشكة تهابتن الخب كه وهر النفيجي هر ددان ششتنا كهابتن الخب يعني ددان تخبشو شب بهنت نخش بلاش تنائتن حتى يا حساب كري بهنا نخش وكشتهات وتنشي خباقشك
وی بهین اجدا فقراکه چه بهنا سیریه آن بهنا پیوازی آنی هر تشکی و کیوانانه بیشتنگی نه مزگتی رب العالمین وکد بیشت من عبادتی مس عبادتی بکه نویج بکه الجلف نویج چه دشت پاکجی و بجینش مدفتن اف عبادت دیما پاکجی و بجین کتن و دبیت لباس تازه بکه برخو بهنا خوش الخواب که و قسط مزگتی بکه رب العالمین یادینا ای بوما بشتن سر بسرمانی فرزا رجا خود به لباسه که تازه بکت برخوا بهم خوشی که خوش الخواب کت کوی چه هیا وشنی که قصد نویشی بکتن بلاب جلکت شولی و نشت مزگتی جلکت شولی نلائق مزگتی نه خذو زینتکم عند کل مسجد اش برهندی اوید کو درستا هیت نویشت گهشتن و وی عبادتی دیهشت شنوارد وی عبادتی لدفخوا پیداد کرن تأثیر وی عبادتی لدفخوا پیداد بی بحثي حسن تين كوري علي خود جرازي بت مش تختيرات بالنفيجي لباس شهمية طازة تري وي هاي دا كت برخوا بس يار جهات كرني قوتي بوشي تهود كي يعني لباس كي تهود كي برخوا هر وكي دي چه دعوتا كي هر وكي دي شنا فندك مروفا انا قوتي ما هاش حديثة پیغمبرينين إن الله جميل يحب الجمال فأحب أن أتجمل لربي وتي رب العالمين يلاوي تازية حش تازهية كتن أس حس كم از خواه کشخه کم و تازه کم با رب بخواه چکو از چم بیشتن بیشتن لباس تازه کم برخواه هاوام لباس که تازه کر برخواه کشخه که تازه منور گرد و از بوی کشخه دیف گازی رب العالمین از دیچم رب العالمین بیشت ما خو یا بنی آدم خودو زینتکم عند کل مسجد یعنی او حسنی گوت ما خود گازی منا کتن بیشتن کشخه خواه هر تشتکی تازه و کشخه تهی بکه برخواه و هر مزگتی زینت خوا کشخا خوا یعنی ورگره و قصد مزگتی بکه نب لباس یه شولی و تو قصد مزگتی بکه و قرش بیوه و آن لباس که بسر و بر اسلامتی وکید بحثی پاقجیت کری احتمال بل گلک دین دیتری بحثی کرید یعنی قرشیت کن حتی یعنی بجن قرون الوسطا بری چند ست ساله که يعني أوروبا وهنا جهد ديتري هندك نوعية قشا ورهبانة حسابت كر كريتي وقريش شتشتا نزيق بينا برب العالمين باقجي وبجيني الشولة الشيطانية حتى تبشت ايكي متحيت هفالي خط كرن قوتي متحيتوي كرن قوتي يرحمه الله خذ الرحمة ببتن لقد عاش طول عمره اف مروفاجيا تجيخ همية دا ولم يقترف إثم غسل الرجلين بشت أف مروفجية عمري خو همية وأف قلناها ناكر كوبيت خو بشوت حسابتكن يعني هند الديانات حسابتكت يعني بكريتي قريش بيساتي شتشتا بيساتي يعني نزيق بينا برب العالمين إسلامتي بشت نخير ديري خستنا إيك هدف بيغنبري صلاة خود السربن سريبي يعني نشاكري بي ويتوزاوي بي ويقرجي بي بيغنبري داي نكرو تشافت خاشي قرتن أو يمرو في زاني بيغنبري نفيا في سرو بريفة يعني بيغنبري أو ديتي رابي شو مال سري خواه تازا باقش كرو شيشتو كشخة كرو يعني شاكرو هدف بيغنبري إنا بيغنبري صلاة خود السربن قوتي أفا تشيترا أهو ساتو كشخة هو سايتو تازا أفا تشيترا أن إيك شواتيت سريوي قجاوش ی قرجی ی توزوی دی بجت سری شیطانیه پیغمبری هو صح حساب در صلوات خود سر اذن تاثیر عبادت سر ما چه دشتن عبادت دی پاقجیل دف ما پیدا کت پاقجی سر و یا جلکی و لباسی و پاقجی شناف دا یا چه دشتی یا گنها ام لازمه خو پاقش بکین بو نویجی و نویجی او قرجادی او اكو او صابین و افتشتن راکتن که قرجا گنها نه نویج دی و قرجا راکتن و قرج السرفجي دي مروف آوي و خباقش كتن دي سهرت نفجي دا فايدة نفجي اوية رياضيكا يعني انسان رياضيكا يا بدنيت كتن نفجي دا نفج عضلاتت انساني قويت كتن اوان نوعية تمرينة سبيدي زيتو رابي و دس نفجي بگري و بنشاط و بري خب دهش يعني روج در نكتي و بري خب ده روج اخوا و وين نفيجي بكي او نفيجي پیغمبري كي صلاة خود السربن وش نيكا تو در كوي بو شول اخوا پیغمبر حديثي بي صلاة خود السربن بشتن يعني اف نفيجيها چلمت كتن وكي ام بري خب ده نفيجي پیغمبري صلاة خود السربن راستي تيدا بي وكي اتشور ركوعي بشتاخر راست كر اتشامان وقت راد بيش ركوعي راست راد وسطا وكي تشوت سجده يعني
تمام تشو سجده وكي راد بي ادفانتش تهمية دا يعني پیغمبر نا خواه خواه رد كير آن خواه چمان آن سر خواه چمان دي كير حتى امام عمر خود جرازي برا خواه تجاره كي ظلام كي سر خواه چمان دي اينا قوتي سر خواه راكا سر خواه راكا اوا چن چه دينة تل دف ما پیدا كري بشتن اف اختنا قوتي اف يعني اختنا هو قوتي نمت علينا ديننا أماتك الله بشتنتا دين ما يعني تمت تمت علينا ديننا يعني أبا نفس أخفتنا يقولي تا دين ما تشلي كر تا دين ما مران خدي إن شاء الله تاب مرينتن أفا تشيه تسري خواه يعني خواه رخا كي دال الدي ظلامة كي دي تري دي برا خواه تسري خواه شمان دي قوتي هلو سري خواه راكا خشوع نت هندي رانا تستوي خواب شميني خشوع ياد دليدا معنوي را يعني وقت نفيش وكي الرياضة كي والدف مرو في بيدات كتن وش بره هندي في قافي رياضية عالمي أفيد كوبيجن يعني لازم تروج هند تمرين هندا بكي وحتى جسمتها وجي فان تمريناتنا هكر يس وقت سحكر النفيج وأف تمارين النفيج دا وأف رياضة أمت نفيج دات كين بشتى أبدا مرو في تيرا في أف رياضة تيرا مرو في هيا ويا زيدجك ون الرياضة كا ياب زحمتها كده ما هيك هندك تأثيرات الدف مرو في بيدات كتن وإنما ياب فايدة ويا سرهمي كسيجي يا فرز النفيش بشيكو مظني وجنيف ظلامي وحتى إنسان هندي هاش خان نمينتن لازم النفيج بكت قابا هاش خان ما هنجي بالكي النفيج السرنينة إذا النفيش بيغنبري صلاة خود السر بنختي رات وستار ركوعي وسجودي وبيغنبري وقت تشوت سجدي دا يعني تازت تشوت سجدي واعتماد ندى سر يعني كسي حتى برش سجدي رات بيدستت خان ندى برخوا بيغنبرها مرس رابي يعني بيدست خابد برخوا ورات بشبيرفا شخصيات مروفي نفيش حركة همية إخته برا خبد اللش مروفي حركات كافته ولفلفينة كافته تودي رابع اللش مروفي شيا دي شت ركوعي دي شت سجدة دي مثلا شبيرفا ركوع سجود أزمان مروفي تأخفت نفيش دا شت كتن قرآن تخينتن قرآن تخينتن بشت الله أكبر سبحان الله يعني عقل مروفي يشول كتن عقل مروفي هزراخات كتن تدبيرت كتن تفكيرت كتن أفا شو أخفتن أزد بيجم دلي مروفي يشولت يتن يحاضرة تود يعني خو حاضر كيك وأزي يعني رب العالمين مدبينة و يعني ترصى رب العالمين وأزي الحضور رب العالمين وحج كرنا مروفي برب العالمين إذا أفجت شتشتي تذكرني أفا بدلي تذكرني إذا النفيجي يعني أف رياضة همية تدا أمسحك من جانبك دي النفيجي نفيش قوتك يا نفسي بمروفي بيدات كتن قوتك يبقى مروفي بيدات كتن مروف بشت برمبري مصيبته نخوشي الدنيا راوستتن برسنجي هميا بقرتن تأثير المروفي ناكن مروف وان أصطنقا بشكينتن مروف وان كاردت وان بورا أو التين برسنجي مروفي وبيكو تأثير المروفي بيتكرني إجبر هندي رب العالمين بشتيا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قالي خدان إيمانا هكر وهاري كاري بفتن صبري ونفيجي استعينوا بالصبر والصلاة دا خوزا هاري كاري بخابكن دا هم بشن شولت خوية الدنيا ومصيبات خوية الدنيا هين يعني سيطري السر بكم چدشتي ابن نفيجي إن الله مع الصابرين خدي الجل صبر كيشا آيات دي رب العالم استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين شي قالي بسرمانة يعني استعانة دا خوزا هاري كاري بخابكن چدشتي يعني بنفيجي ونفيج تشتكى جلك مظنة بس سركي سروان مروفا أريد خشوع نفيجي داتكن بيغمبر صلاة خود السربن وكينا خشية عاجزية بوشيبا بيغمبر دا بزت نفيجي دا قصد نفيجي كتن دا غازي بلالي كت يا بلال بانك دا دا أمجوية طنقاف يدر كوين ودا شت نفيجي دا بجا خم وخيال تخو أو تشتوي نخوشي وخم يعني أو عاجزية هي دا بجت يا ربي أصعب دي تمو أفا نخوشيت منن يا ربي تهاري كاريا مبكي تو مجفي تنقف يبين داري درقه رب العالمين برفرها يعني فاكريا درقه رب رحمة رب العالمين تخطى أو تشتيوي دفيا دا خوزش خودتك رب العالمين جي الداي نفيجي دا إنسان شعوري بچه تشتيت كتن يعني دل رحاتية كتن دل سكينت بو إنساني چيت بن يعني دست بكتن چوا سكينه بمروفي چيبتن مروفي طنقاويه كيدا ترسك كشتنك هر طنقاويه كا انسان تيدا وكي مروفي چت نويجي دا بشت الله اكبر خده مصطره چي معنى في كلمه خده مصطره معنى وشوية طنقاويه او استيدا خده تشيف مجوية طنقاويه بينداري
او تشتي اجي ترسم خدي مصدره شوي معناه ما دام مصدره واساتم دفر رب العالمين ومخاوج رب العالمين كر اف قوه ابو مروي بيدات بتن برسينجي وين خش مروي جرتن بسينجي جلكي قوي نفيش والمروي كتن وكمرو فان ايات تخينتن افيت نفيج ذا الحمد لله رب العالمين شل مروفيتيتن يعني الشعور يبو مروفيت شد بتن مروفي الشعور بنعمته رب العالم كده أف نعمته هند مظن نفيج ده في مروفي بيدا الرحمن الرحيم مظنا هي رب العالمين إياك مالك يوم الدين نفيج ده في مروفي بيدا تكتن كو خدان الرجا قيامتي أف خدي هندي مظن هوجي هند أس هوجمة أسوى هوجي في ربي بكم وبرس برسنجيوي يعني دا خوزة خوجي بكم ودا خوزة هاري كاريا إياك نعبد وإياك نستعين يا ربي هار دي عبد الدنيا تبتنكم ودي دا خوزة هاري كاريا اشتبتنكم أفيا اهدينا الصراط المستقيم يا رب بنا سرك هدايتي ريك راست صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يعني مروف برا وقت راسة نفيجي دا خمو خيالة مروفي ترسونا خوشيت مروفي همتشن چنكي مروف برا همبري برامبري إيكي جلكي مظنة برامبري رب العالمين تراتوستي شد تشتبوت نامينتن تو تشهز راش شد دنيا ناكي تشهز راش شد نخشيا ناكي حتى هندك علماء تقولي أنا بجم يا ربي من مشكلك هاي نخشيك هاي من خمك هاي قلت أس بجم مشكلة ونخشيا يا خمي يا مشكلة يا نخشيا أفقاريشا من هاي من ربك هاي تهاجي هاي أن أو رب دهاري من كتن دي مشتنقاف يتقين الدري بجمع دم نفيش أفايا قالك نعجبا نفيش قوتك جلك يا مظن يا نفسي بمرو في بيدات كتن ومرو برسينج في يعني فين خشي في الدنيا يتن برسينج مرو برامبري وانا مرو فراتو ست فين فيجي واف نفيجا مرو في ذكر رب العالمين كت مرو في يعني دس نفيجا كي وقت تجرتن مرو في برسينج خد بري خدتن رجا خوا اب نفيجا ودس بيت كتن رجا كاني دس بيت كتن بيغمبر حديثة بس صلاة خد السربن وكين نفيش تاكر بيشتن تا درجه خشی دفع فکرن دنیای دا و کی تن نویش نکرد درجه دلتا انگرتنی پیغمبر حدیث بیش صلوات خود سربن ها عبادت اوی امدکین اوی نویجی اوان روجیا اوی عبادتی وی تشتی امدکین اوان تأثیراتا الدف ما پیدا کرد پیغمبر بیش هر سپیده هیه که یعقید الشیطان على قافیت رأس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد بیش هر گاوکا اکشوان نویست شیطان سی گریال سری ویدتن قافية رأس أحدكم ثلاثة عقد سجريا لدة هر جريا كشفانا شد بشتا يضرب على كل عقدة هر جريا كشفانا بشتا عليك ليل طويل فرقد شفك دريشتا يا هاي ويجا بنفا ونرابا هر سجري أفنا شفك دريشتا يا هاي معنى يدام مرف نفيجي نكت بشتا فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة وكرابي وخدينا براخة الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا خدي سحمد خديتكم بشتي أساخ كريم بشتي أسمران ديم اتنفستني دا بشتن جريك ديفا بد فإذا توضأ انحلت عقدة ثانية دس نفيش قرد جريا دي جفابي فإذا قام إلى الصلاة انحلت عقده الثلاث وكرابي دي نفيش قرد هرسي جريا تيفابي ذكري خديكر جريا يفابي دس نفيش قرد جريا يفابي نفيش قرد جريا يفابي أو جريا الشيطاني يعني المروفي قرد جريا داين أفهمي فابي مش فأصبح طيب النفس نشيطا مش تأف مروفا دي سبيدي دي تشليتن نفسك بطازة يا خوشيا هاي يعني كيفا يبويتيتن وأف مروفا يرحتا ودلي يخوشا هكا أفنابتن وإلا أصبح خبيثا نفسي كسلان هكا أفنابتن مش تأف مروفا دي تشليتن دي بتن نفسك بيز دي بيها بتن ويكسلام بت ويصص بت ونشت ششولا بكتن طبعا في وقتي دا يعني علماء كوني بل كنايت بصرمانا يا برا خداي تأثير النفيجي تأثير ديال المظنتين حتى عالمك جالك مظن دكتورك مشهورة بجن أليكسيس كاريل كتابك تشيكري دع القلق وابدأ بالحياة يعني قلق بهيلا ودست بجياني بكا وبمر بي اتآخفت بحسين نفيج يعني نفيجي دعاية كتن طبعا نفيجاوية او وكي خطي ديهتن نن نفيجا اسلامات يجي بيشتن اس كدكتورم ومن قالك يعني تشتت تجربات كيرين من يادتي چت تشت نشيت النشاطي وحيويتي وبزاوية دفمرو في بيداكت وكي نفيجي كسلانية دفمرو في راكت وكي نفيجي چت تشت وكي نفيجي نينة بحسي معدنة كتكتن بيشتن الراديوم بيشتن نفيج يعني مكي في معدنية
يعني إشعاع تيروش كي كبن أو مصدرة وكي كهنية كي تشتك جدار كبتن بشت عين النفيجي نفيجي وكهنية كي نشاط الدف مروف بيداد كتن وبنفيجي مروف شيتن يعني نشاط خزيدة كتن ومروف شيتن يعني برسنجي هر قوتك روستت أو قوتت كو شو جاي شو كاس نشيتي إش نفيجي زيدة تري وبحثت كي بشتن هكر أم نفيجت كين أم علاقة تخد جريدين يا رب العالمين وأو خدي سيطرة السرفي كوني همية كتن وأو خدي يعني أم بخدا خاز تخجد كين يزنجينا يب قوتا همي تشتات شيد بكتن مش تختي أم فيت كين قوتا كجلك مظلم بما بيداد بتو شيد بتن هكرا مسح كين نفيجي نفيش أخلاقك كي مظن دف مروفي بيداد كتن ضميرك كي بمروفي بيداد كتن كدل مروفي مروف زانت رب العالمين متبينتن ورب العالمين هاش من هيا وأزدي خش خراب يدم باش ودي قصته بواشيكم ودي الحدود رب العالمين راوستم نفيجة والمروفيد كتن عبادتي خدية والمروفيد كتن دي حريز بمسر يعني وقت كاتشوا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا نفيج دقة هافا نفيجة نفرو أفايا مغرب أفايا عيشة أفايا سبيدة يعني هريكي وقت خوايا هاي وقت دام بانجد وقت مروف نفيجة كتن دي نفيج فان وقتا لدف مروفي بايدا كتن مروف دي هشياري الموعد تخوا كتن مروف دي كسلانية والدفتشونا هواي نفسه خام رفض الراكتن أكي يعني رب العالمين بيشت إنسان طبيعته يهوصنا إن الإنسان خلق هلوعا إنسان يهاتي تشيكرني هلوع هلوع تشيا بيشت إذا مسه الخير منوعا إذا مسه الشر جزوعا واختي طنقافيك نخوى شك هرتي قال طنقافت بيشت حدودة زيدة خوى طنقافت كت وإذا مسه الخير منوعا وكي خير يجي بيداد بتكفت نفدستي تودا أفمروفا منعت كت النوضة كسي أفا طبيعة إنسانية بس كنجي إلا المصلين نفشكر تينا نفشكر طنقافية الدنيا ويقال عاجس ناكن وخير وخشية الدنيا يجي والويناك تخيرانا كتن طنقافية برسنجوان جرد وكي خير جد كبد دستيفان خيرات كتن الذين هم على صلاتهم دائمون أبد بردوامية نفشت خاتكن ورب العالمين جهة كتب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نفشبك نفش دتش فاحشة ومنكر دتباش نفيش أبي تربية الدف مروفي بيداد كتن رب العالمين بحسوان مروفات كتن بشت أو مروفة نفيش سستاهية تيداد كن أنجي البيرا ونينا بيت بيتشت هابت نابتن رب العالمين كتن بشت فويل للمصلين عذاب وهلاك بو نفيش كرابت كشكا الذين هم عن صلاتهم ساهون أبي تكوهاش نفيش أخوانا هاي نكو سهوية نفيش داد كن دركات آن إكر آن سيكر خلت بنا أبي نفيش نل بيرا ونا الذين هم يراؤون وقت النفجاتكن بس بوريماتيتكن ويمنعون الماعون وقنجي وباشيجي إش خلكي منعتكن إذا النفج يعني بيغمبر حديثة بالصلاة بتخذ السلام بيش من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات أو كسبوا يخجبة أبريس بيبش الدف رب العالمين بلا شبكة بلا فان نفجابكت أف نفجت هين ونفيج إسلامتي ندينا تبتني بك المال كسي هاشتنا يقولون نفيج خب جماعات بك تو دي تشنا في خلقك دي خلقك بيني أو كسي نشت جماعته بيغنبري يقولون أس خيالتكم يعني أس في بكم أتكم هزرا خدا أس بكم مالاوي بسري يدى بصوجم بجمي چكو تنهاتي نفيج بجماعات ناف بسرمانا نفيج برايني ناف مروفي بيدات كتن بسرمان هاري كاريا اكودت كن وبسرمان اكودت بينن نفيش يا چوانا الدف مروفي بيدات كتن كو ترتيبك وتنظيمك مروفت اين يعني تكتن نفيش دا ودفين نفيش دا دي راوستي و يعني نفيش هنت يا بجماعات هنت يا مازنبي بيشت حتى هندك مروفا نشي بچن نفيشي يعني دو مروفا ملتوان دي دس خد دينا سار ملت في مروفي ايكي ملتي تري وداشنكا ابوي شكلي بچت نفيشي يكورت قلت يا رسول الله كس نينا دستين بجرتن بيغمبري قلت أقول دنجي بانجي هيا قلت بالي قلت لازمة تبي نفيش واختي رب العالمين قلت ما نفيش سر وفرزة نوكي هندك ديانات أو هندك تشتا هندك ناقوصة لبدين آن يعني بوقك بتن آن جرسك بتن آن تشتكش فانا بت وإنما رب العالمين ريكك دي تري أبو نفيش ديار كري نشيدك قلك يا مظنة معانيت قلك مظنة تيدا هين قوتك جلك مظنة مروف شعور بعظمة رب العالمين كت بانك رب العالمين يداي الله أكبر الله أكبر
أفنفيجة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. يعني أف أف هتافة هندا مظن الدنيا يهمية أت إك نفيج دا الإك وقتا بيك ذا يعني عالما غازيت كتن بو نفيجي. وكي رب العالم بيشتن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. معنوي نهما نفيجة كبتني أفا نفيجة يب جماعته، يعني رب العالمين نفيجة بخد بيا دينا مصر من همتي دا كومبن والفيري خد بي بيت قوتني أدفين نفيجة دا يعني بيغمبر حتى حديثي بي صلافة خد السلام بشت أو كسينا شتو نفيجة خد بي وجماعتي بشت أفمرو فيه، يعني يوصنا ورب العالمين الهند آياتات بشتن يعني هند حديثة عندك يعني آثارات بشت أفمرو فيه ناشت بحشتي شوكي ناشت خد بي جمعي وجماعتي. طبعا فيجا هكيرا مهتشان بحسين فيجا بكين يعني تشتت جالك مظن نفيجة دا شنوارد جالك مظن دف مروفي بيدات كتن نفيجة يعني تربيتك عسكرية نظامي وقيادين الشامروفي دي تمرو جندي بتو جهدارية بكتو أوامرها تنفيذ بكتن نفيجة هو صابك صفيت خدرز بك نفيش يعني الرسالة جالك يا مظن أدجيان دا نفيش براينية دف مروفي بيدات كت نفيش وك إيكيه كومروف مساواة فرقنا بين زنجيني وفقيري ومظني ملكي وشفاني وقافاني دانين هم الإكس صفي راتوستن جالك يعني تشتد جالك يتمازن يتنفيج داهين. وطبعا ما يقولك يقولي دخلك كي ودوا يعني نا تمام بد بس ما كنت يعني فايدك إن شاء الله يتنفيج وتشنوار يتنفيج يقولن أمي فيش رب العالمين كين رب العالمين عبادتي برسقي ما بكت شنوار في عبادتي الدف ما بيدا كتن جيانا ما خوش بكت نخوشي جي دربي ختن ما بارز تجد بلاي الدنيا وآخرتي وخير وخيرات الدنيا وآخرتي برسقي ما هم يبكتن وبريس بي مبتن ديوان أخوة ورب العالمين شما قبل بكت عبادتي ما ورب العالمين بريس بي مداخلي بحشت أخوة بكتن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبير تي في.